مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، والذهاب بعدك صار وصال. نعطي الصبر نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر ذلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام، ومع الحلقة الرابعة من سلسلة قصة يوسف عليه السلام. كان يوسف عليه السلام له أخ آخر من أمه اسمه بنيامين، وكان يعقوب يحبهما حبا شديدا، ولكن كان لا يحب أو لا يماثل في الحب كما يحب إخوة يوسف عليه السلام. كان الإخوة يحسدون يوسف وبنيامين ويغضبون، كانوا يقولون لماذا يحب أبونا يوسف وبنيامين أكثر، يعني يتعجبون لذلك وينظرون نظرة حسد ونظرة بغضاء على أن يعقوب يحب يوسف وبنيامين أكثر منهم. فهم من هنا جاء داء الحسد، لماذا لا يحبنا مثل يوسف وبنيامين، يقولون ونحن شباب أقوياء. هذا أمر عجيب. كان يوسف ولدا صغيرا فحكى الرؤيا لإخوته، لأنه أبوه نصحه ألا يقص عليهم الرؤيا، فقال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيد. ولكن يوسف عليه السلام كان صغيرا فقص عليهم القصة أو قص عليهم الرؤيا، ومن هنا نشأ وجاء الحسد والحقد والكراهية والبغضاء. فحكى الرؤيا لإخوته، وغضب الإخوة جدا لما سمعوا الرؤيا واشتد حسدهم. اجتمع الإخوة يوما وقالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا بعيدة، حينئذ يكون أبوكم لكم خالصا ويكون حبه لكم خالصا. وهنا قال أحدهم لا، بل ألقوه في بئر في طريق يأخذه بعض المسافرين. أيها الأحبة، هذه قصة يعني حسد إخوة يوسف له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا عدة وقفات. حال إخوة يوسف، الحسد الذي ملأ قلوبهم تجاه يوسف وأخيه بنيامين، والحسد معلوم هو تمني زوال النعمة عن الآخر، والحاسد يحرق نفسه كما قال الشاعر يا حاسدا لي على نعمة، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. فالحسد حرمه الله تبارك وتعالى، الذي هو زوال النعمة أو تمني زوال النعمة عن الآخر. ولله در القائل فاصبر على كيد الحسود فإنك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، ولكن المؤمن يرضى بما قسمه الله تبارك وتعالى. وهناك أمثلة بيّنها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم للحسد، منها مثلا رفض إبليس السجود لآدم عليه السلام، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، ما منعه من السجود إلا استكبارا وحسدا لآدم عليه السلام. كذلك مما بيّن الله تبارك وتعالى في شأن الحسد، الكفار في قريش حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على النبوة، ولذلك قال الله تبارك وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كذلك مما جاء في الحسد، طالوت أتاه الله تبارك وتعالى الملك وحسدوه على ذلك. قال الله تبارك وتعالى قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. أيها الأحبة، كذلك من الوقفات حب يعقوب ليوسف عليه السلام. وهناك فرق بين من يقول يا أبتي، أما الإخوة فإنهم يقولون إن أبانا لفي ضلال مبين، ولا شك أن هذا من العكوك،
فيوسف يحترم أباه وإن كان صغيرا، ويقول يا أبتي إني رأيت 11 كوكب. أما الإخوة فماذا يقولون؟ يجتمعون ويخططون ويقولون إن أبانا لفي ضلال مبين، ولا ملامة على يعقوب، فالقلوب والحب بيد الله تبارك وتعالى. كذلك من الوقفات الحذر من خداع الشيطان. خدعهم الشيطان لما قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. أيها الأحبة، من الوقفات التدبرية في هذه القصة المباركة، أقصد يعني فقرة أو مشهد الحسد هذا، في قوله تبارك وتعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. السؤال هنا، لماذا خص السائلون بالانتفاع بالآيات؟ يعني لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى مثلا آيات للمؤمنين، آيات للمحسنين، آيات للمتقين، ولكن في هذا الموضع قال الله جل وعلا آيات للسائلين؟ والجواب أي أنها آيات للسائلين، لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال، فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر، وأما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات ولا القصص ولا البينات. قال الله تبارك وتعالى كذلك اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. السؤال هنا، اشتمل موقف إخوة يوسف على عبرة عظيمة فيما تجر إليه الأخلاق السيئة كالحسد، بين ذلك من الآية. الجواب، هذه آية تبين الأخلاق السيئة، وهي التخلص من مزاحمة الفاضل بفضله لمن هو دونه فيه أو مساويه بإعدام صاحب الفضل، وهي أكبر جريمة لاشتمالها على الحسد والإضرار بالغير وانتهاك ما أمر الله تبارك وتعالى بحفظه، وهم قد كانوا أهل دين ومن بيت نبوة، وقد أصلح الله تبارك وتعالى حالهم من بعد، وأثنى الله تبارك وتعالى وسماهم الأسباط. سؤال آخر، ذكرت الآية الكريمة حيلة من حيل الشيطان على الصالحين. ذكرت الآية الكريمة حيلة من حيل الشيطان على الصالحين، فما هي؟ الجواب، قدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعل وإزالة لشنعته وتنشيطا من بعضهم لبعض. يعني هم يقولون اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني عامل بالضبط كده زي اللي إيه، اللي بيقول إحنا هنعمل غلط، هنقتل فلان أو هنسرق مثلا في حاجة معينة أو الكلام ده، وبعد كده نبقى صالحين بقى، بعد كده نتوب. كمان مثلا طول حياتها مثلا تعمل بالتمثيل وتقول في آخر حياتي سأتوب، أو بعد ما أعمل هذه الصفقة سأتوب، أو مثلا يغني ويأخذ مثلا الأموال الكثيرة والكثيرة ويشتري سيارة ويبني فيلة واسعة ثم بعد ذلك يتوب. هل هذا ينفع؟ هل هذا يستوي بمن تاب إلى الله تبارك وتعالى في شبابه مثلا؟ لا. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله شاب نشأ في عبادة الله عز وجل، وقال الله تبارك وتعالى لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، هل يستوي هذا بذاك؟ لا يستوي أبدا. قال الله تبارك وتعالى اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني بيسهلوا لبعض هذه المعصية، بيقولوا هنعمل الشيء ده وبعد كده بقى نبقى نتوب إلى الله تبارك وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهؤلاء قدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعل وإزالة لشناعته وتنشيطا من بعضهم لبعض. سؤال آخر، الذنب الواحد قد يستتبع ذنوبا متعددة، تحدث عن ذلك من خلال الآيات. الجواب، الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددة ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم. فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه احتالوا، أول حاجة احتالوا لذلك بأنواع من الحيل، وكذبوا عدة مرات، وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي فيه وفي إتيانهم عشاء يبكون، وهذا البكاء الإيه؟ البكاء الكاذب. هنا توجيهات كذلك من الحكمة
كتمان الأمور عن من هو مظنة الغيرة والحسد. يعني الإنسان لا يبوح بكل ما عنده، يعني مش كل حاجة ربنا تبارك وتعالى أنعم عليك بها تحدث بها الناس. في أحيانا في بعض المواطن أنت تكتم يعني إيه هذه النعمة ولا تخبر بها أحدا، فإن كل ذي نعمة إيه محسود. ولذلك قال الله تبارك وتعالى يعقوب أنه قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. رقم اثنين، الغيرة فطرة، الإنسان من فطرته أنه يغير، ولكن إذا استسلم لها الإنسان استخدمها الشيطان ليوصل صاحبها إلى الحسد ثم الجريمة. أنا مش هننكر أنا عندي غيرة وهذا من فطرتي، وأنت عندك غيرة وهي عندها غير، ولكن هذا من الفطرة، ولكن الإنسان لا يستسلم لها، فإذا استخدمها الشيطان يوصل صاحبها إلى الإيه؟ هذه الغيرة توصل صاحبها إلى الحسد، إنها تؤدي بعد ذلك إلى الحسد. طب أنا لما أشوف نعمة عليك، أشوف ربنا تبارك وتعالى وهبك مثلا صوتا حسنا، أو وهبك منظرا جميلا، أو وهبك الله تبارك وتعالى أداء جميلا مثلا، أو أي شيء من الأشياء، أو ملابس طيبة، أو بيت واسع، أو سيارة فارهة، أو مثل ذلك، في هذه الحالة أن أدعو لك بالبركة حتى لا أكون حاسد، أقول: اللهم بارك له وارزقني كما رزقته. هذا شأن المؤمنين، فالمؤمن لا يحسد. رقم ثلاثة من الوقفات، لا يلام المرء، لا يلام المرء على محبة ولدي. قال الله تبارك وتعالى: قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به. فالذي يملك القلب من؟ هو الله تبارك وتعالى. وكما قلت آنفا، لعل من الظاهر الآيات الكريمة أنه كان هناك عقوق من إخوة يوسف لأبيهم، فقالوا: إن أبانا لفي ضلال مبين. أما يوسف فإنه يقول: يا أبتي، والتاء للتوقير والاحترام حتى وإن كان طفلا. كذلك أيها الأحبة، من الوصايا العملية التي نأخذها من هذه القصة المباركة: استعذ بالله تبارك وتعالى من العين والحسد، فهما سبب لكثير من البلاء. قال الله تبارك وتعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. رقم اثنين، أنكر منكرا اتفق عليه أقاربك أو أصدقائك أو زملائك أو أي حد ما، لابد وأن تنكر عليهم المنكر، إياك أن تساعدهم على فعل هذا المنكر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن أحد إخوة يوسف: قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف. فالإنسان لابد وأن ينكر المنكر وألا يتعاون وإن كان هو بالفعل تعاون إيه معه. الآيات الكريمة التي تدارسناها اليوم وفيها قصة حسد إخوة يوسف ليوسف عليه السلام، نقرأها: عسى الله تبارك وتعالى أن ينزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله تبارك وتعالى في من عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ونختم بهذه الأبيات: لكن إخوته لقرب مقامه من قلب والده ونيل رضاه كادوا له والحقد قد أعماهم حسبوا بأن أباه قد يسلاه إن أبعدوه عن الديار بخدعة وأبوهم قد يعتني بسواه. حياكم الله أيها الأحبة،
دمتم في أمان الله تبارك وتعالى، وتقبل الله عز وجل منا ومنكم، وإلى اللقاء في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى مع استكمال هذه القصة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال، نعطي الصبر نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر ذلا نوصل أهلا.